السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ محمد الشمري. اليوم راح نعرف ما هي كيميائية الجسم وعلاقتها بالعطور. جسم الإنسان بحقيقة عبارة عن مختبر متنقل، جميع الوظائف الحيوية والكيميائية والفيزيائية يتأثر بها جسم الإنسان. إذا كيميائية الجسم نعرفها هي أمر معقد من التفاعلات الداخلية والخارجية التي تحدث في الجسم نتيجة مواد داخلية أو تأثيرات من مواد خارجية، وهي تختلف من إنسان لآخر وتختلف باختلاف الحجم والسن. كيف يتم ذلك؟ لو أخذنا النقطة تختلف من إنسان إلى آخر، إذا الإنسان يختلف من حجم إلى آخر. جسمك غير جسم أخوك، غير عن أختك، غير عن عمك، غير عن خالك، غير عن صديقك، غير عن الطفل، غير عن العجوز. لذلك كذلك الأجسام لها تفاعلاتها الخاصة، كما البصمات، كما الحمض النووي الدي ان اي يختلف من إنسان إلى آخر. ومن المعروف أن العناصر والمركبات لها كميات متفاوتة في تركيب جسم الإنسان، مثل الدهون تتوافر فيها عناصر الهيدروجين والكربون اللي هي الهيدروكربونات، والنيتروجين يوجد بالبروتينات وهي بناء جسم الكائن الحي. لذلك أكلك وشربك يختلف من شخص إلى آخر، وكذلك كمية الغدد العرقية تختلف من شخص إلى آخر. لذلك سميت بكيميائية الجسم. ومن الضروري أن نعرف لكل شخص فينا كيميائية جسمه الخاصة، هذه النقطة مهمة ضرورية. فالتفاعلات الحيوية تختلف باختلاف نوع الطعام الذي نتناوله والشراب والبيئة التي نتنفس بها الهواء. يعني تكون مثلا بيئة ريفية فيها الهواء نقي، وممكن تكون بيئة صناعية فيها هواء متلوث. كل هذا يؤثر على عملية ثبات العطر. لذلك دائما أقول أن العطر لا يوجد له مثبت. كل ما يباع بالأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي وكلام الناس هذا يثبت العطور، هذا كلام تجاري ليس له أساسا من الصحة. كذلك الملبوسات، لبس الصوف، لبس الحرير، لبس القطن، لبس الكتان، هذه تتفاعل مع العطورات. لذلك ضع هذا قاعدة لديك، أن العطر يلعب به كيميائية الجسم، جسم الإنسان أو اللباس التي ترتديه. هناك أشخاص يتناول أطعمة، شوف المثال هذا الأخير، يتناول أطعمة مختلفة، فهذا يحب التوابل والآخر لا يحبها، وهناك من يشرب الأعشاب وآخر لا يشربها إلى آخره من الأمور. هذه لها دور كبير أيضا في ثبات العطر. إذا من خلال هذا الكلام يعني أثبتنا أن فعلا ثبات العطر يعتمد على كيميائية الجسم. لذلك النقطة الأخيرة، إفرازات الخاصة، كمية الغدد العرقية تختلف من جسم إنسان بحسب جسم بحجم الجسم، كمية التعرق مختلفة، نواتج الغذاء تكون متحدة مع العرق. إذا كيميائية الجسم أكرر مرة أخرى لها نصيب الأسد أو أكثر من ذلك، 99% من ثبات العطر عليك. كذلك لكل إنسان رائحة جسمه الخاصة. سبحان الله، واحد يتحمم من غير ما يتعطر بأي كان، شم ريحة جلدك لها دور كبير، رائحة الجلد في أيضا ثبات العطر لديك. وكل إنسان له رائحة جلد خاصة بسبب الأكل والشرب المختلف بيننا، وكذلك كمية الغدد العرقية، وكذلك أحجامنا واختلاف بالسن. لذلك نوع العطر يتفاعل مع كيميائية الجسم، وثبات العطر كذلك يتوقف بحد كبير جدا مع كيميائية الجسم. مثال، نرى أن هناك أشخاص يثبت عليهم العطر A وشخص آخر لا يثبت عليه نفس العطر A، نعم إنها كيميائية الجسم. لذلك يجب أن نختبر ثبات العطر بالرش على الجلد مباشرة، جلدك نفسه. طبعا ما يكون عليك عطر، ها تروح تغسل يديك
جيدا، وثم ترش على جلدك العطر وانت بالسوق عطر، وتاخذ ربع ساعة على الاقل تشوف العطر ثابت ام ممكن تنقبه. كذلك المدخنين، حاسة الشم تقريبا شبه متلوفة لدى الانسان المدخن، مهما تعطر من عطور لا يشم نفسه، فيقول لك ان العطر ما ثبت علي. لا، انت معطل حاسة الشم لديك فيشمونك وانت ما تشمهم. ونأخذ بالاعتبار أن ليس كل العطورات تتناسب مع كيميائية الجسم، فنحن نختلف في كيميائية الجسم تماما كما البصمات مثل ما ذكرت، وكذلك الحمض النووي الدي ان ايه. حبيت أنوه في هذا الفيديو إلى اختلافنا في كيميائية الجسم يتوقف على ثبات العطر لدينا. أتمنى لكم التوفيق وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.